بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي في هذا الدرس الجديد واللي كيتعلق طبعا بالرياضيات، القسم السادس ابتدائي. المرجع هو الجديد في الاجتماع الجديد طبعا في الرياضيات، عفوا. إذا فهو الدرس الثالث عشر اللي هو التناسبية، ثم عندنا الكتلة الحجمية وسلم التصاميم والخرائط فرنسية، طبعا لا بروبورسيوناليتي ماس فوليميك اي ايشيل، فوالا اللي هي طبعا سلم التصاميم. نعم، هنا اكتشف واتمرن. قام يوسف بتقطيع طبعا قضيب من معدن الى قطع مختلفه، كما قام بحساب كتله وحجم كل قطعه، وكان النتائج مثلا فطبعا الكتله اللي كانت عندنا 10 غرام، ها الحجم المناسب لها واللي هو 26.9 سنتيمتر مكعب، حيث الحجم تيكون طبعا سنتيمتر مكعب. ثم هنا الكتلة 30 غرام، ها القيزيرة 80.7، و 60 غرام حجمها 191.4 سنتيمتر مكعب، 300 ها الحجم ديالها 807. أبين أن جدول تناسبية. نعم، إذا باش نتأكدوا أنه جدول تناسبي أم لا، غنشدو مثلا هاد 807 ماشي غنضربوها، غنقسموها على 300، و 161.4 غنقسموها على طبعا 60 ونشوفوا واش يعطينا نفس العدد. ثم 800.7 على مثلا بحال هكا مثلا غنشدو، نعم ها هي غنشدو 800 وطبعا 7 ها هي قسموها على 300، حاولوا تحسبوها غتلقاوها 2.69. ثاني كذلك غتشدوا ليا 161.4 وغنقسموها على واش، على 60 هاي، حسبوها غتلقاوها كتساوي 2.69. اي اونكور ثاني كذلك 80.7 تقسيم 30 غتلقاوها 2.69، وكذلك 26.9 هذه طبعا راه سهله، تقسيم 10 عطينا 2.69. اذا فهو جدول تناسبيه، ومعامل التناسب هو طبعا 2.69. غير هنا كنمشيو بالقسمه غنقسمو، وهنا طبعا غنضربو. اذا فطبعا ابين ان جدول تناسبيه، فعلا الجدول تناسبيه. نمر الى السؤال الثاني الذي يقول ماذا يمثل معامل التناسب. هذاك معامل التناسب يمثل، مادام عندنا الكتله والحجم فهي كيمثلنا الكتله الحجميه، نخرجوها من هنا الكتله الحجميه، اذا يمثل ماذا؟ الكتله الحجميه. بالنسبه للسؤال الثاني نقولوا يمثل معامل التناسبيه الكتله، طبعا الكتله الحجميه، إذا المعامل كيمثلنا الكتلة الحجمية. نمر إلى طبعا إذا انتهينا من السؤال الأول أو التمرين الأول، لاحظوا التمرين الثاني. أخذ قطعة من مادة صلبة بحال النحاس مثلا ولا الحديد أو غير ذلك، قطعة صلبة، وأحسب حجمها باستعمال إناء مدرج. نعم، عنده تدريجات، وأحسب كتلتها ثم أستنتج كتلتها الحجمية، ثم أستنتج ماذا؟ كتلتها الحجمية. بالنسبة طبعا هذا التمرين الثاني كيطلب منا، قلنا ناخذ قطعة صلبة مثلا نحاس او غير ذلك واحسب حجمها، اذا غنوضعوها في طبعا اناء مدرج بحال هكا، اناء مدرج. نعم، فهاد الاناء يكون فيه مثلا الماء، غتكون فيه واحد القيمة ديال الماء، هنا ماء غتكون عندنا مثلا نفترض هنا 200 سنتيمتر مكعب، وغنوضعو فيه قطعة صلبة، هاي قطعة صلبة مثلا بحال هكا حجرة أولا مثلا نحاس هدا. إذا فالماء يتزاد غيولي هنا مثلا، على مثال غيولي حجم إناء هنا، هنا نفترضو ولات مثلا 500 سنتيمتر مكعب، وحنا هاد الصخرة عندنا الكتلة ديالها، غتكون ديجا عبرناها الكتلة ديالها، كتلتها هاد الجسم الصلب مثلا غنلقاو مثلا 250 غرام، هي المثال. اذا اللي بغينا حجمها، الحجم ديالها كيفاش درنا؟ خدينا واحد الاناء خاوي، درنا وضعنا فيه الماء وعبرنا الماء، لقينا 200 سنتيمتر مكعب،
منهم كاع نص الصخره او جسم الصلب، يعني طبعا الحجم كيزداد ولا 500. اذا شحال يكون الحجم ديال الصخره ديال جسم الصلب؟ هو الحجم اللي ولا ناقص الحجم ديال الماء اللي كان في الاول، اللي هي 500 ناقص 200 اللي هي طبعا 300 سنتيمتر مكعب. اذا باش نحسبوا شي حجم ديال شي اي جسم صلب مثلا، كنشدوا اناء نديروا فيه الماء والمدى ونحدوا قياس شحال الحجم ديال الماء، من كنوضعوا الحجره او الجسم الصلب نحاس او غير ذلك، فطبعا كيزداد الحجم. هذاك الزياده اللي زادت هي هذه اللي تزادت هي هذه، هي 500 ناقص 200 اللي هي 300. اذا الكتله الحجميه اللي هي الكتله على الحجم، لا ماس سيغ فوليم، كتساوي لنا شحال الكتله؟ قلنا 250 على 300. اذا هذه نحسبوها، نحاولوا نحسبوا 250 على 300 اللي هي طبعا 0.0. ما تحسبوا على حاسبه 83. اذا ما نساوش الواحد الجرام على السنتيمتر مكعب، جرام على السنتيمتر مكعب. نمر الى التمرين الثالث، احسب الكتله الحجميه لسائل اختاره ماء او زيت، وذلك بحساب حجمه باستعمال اناء مدرج وحساب كتلته. نعم، اذا ناخذ مثلا، اعتذر، ناخذ واحد بالنسبه لهذا السؤال هذا، قالوا لنا نعاودوه. كتله حجميه نحسبوا دائما ديال شي سائل اما ماء ام زيت، وكيف نحدد الكتله الحجميه؟ خصنا نتعرف على الكتله ثم نتعرف على الحجم او نقيسهم بجوج. اذا الى خدينا مثلا اناء مدرج ها هو، وخدينا مثلا هنا الماء، مثلا الماء لو، ودرنا هنا مثلا 200 سنتيمتر مكعب على مثال، ماشي ديما كان 200، وغنعبروه في ميزان. اذا من غنعبروه في ميزان مثلا لقينا كيساوي غير اكزومبل 100 غرام، 100 غرام او ما كيساوي 200 غرام، لا اعتبرناه ماء خالص. اذا 200 غرام، فالكتله الحجميه ديالو ساهله، كتساوي الكتله، نعم كتساوي الكتله على الحجم. شحال عندنا الكتله؟ 200 غرام طبعا على 200 سنتيمتر مكعب. خلينا نديروش الواحد حتى الاخر، اذا هي 1 غرام على سنتيمتر مكعب. هذا مثال، ممكن ناخذ الزيت مثلا ونوضعوه في اناء مدرج نعرفوا شحال الحجم ديالو، ونعبروه نوزنوه بالميزان، وفي الاخر نديروا الكتله على الكتله الحجميه. اذا الخلاصه ان لاماس بوليميك اللي هي الكتله الحجميه كتساوي الكتله على الحجم. نعم، غنمشيو نشاط أربعة. نشاط أربعة اش يقول لنا؟ احسب الكتله الحجميه لقطعه الخشبيه علم ان كتلتها 150 غرام. نعم، علم ان كتلتها شحال؟ 150 غرام. اول حاجه خاصني نعرف الكتله هي عندنا، ثم خاصني نعرف الحجم ديالها، حجمها، ينبغي ان نعرف حجم القطعه. كما قلنا خصنا نحدد اولا حجم هذه القطعه، فهي القطعه على شكل متوازي المستطيلات، عندها الطول والعرض والارتفاع. اذا الحجم ديال المتوازي المستطيلات هو الطول اللي هو 25 مثلا، في العرض في الارتفاع، ونحسبه ها هو. اذا قلنا مادام ان عندها الشكل ديال متوازي المستطيلات، فكتساوي لنا الطول في العرض في الارتفاع. نحسبوا هذه الآلة حاسبة، ولا نحسبوها مثلا غير طبعا ضعوا نجز، فهي كتعطينا 222500 سنتيمتر مكعب. بجدول، طبعا جدول ديال التحويلات، نحولوها للديسيمتر مكعب اللي هو اللتر، عطينا 222.5. إذا حنا حولناها للديسيمتر مكعب، الكتلة راه عطاوها لنا، الكتلة هاي رجعوا لهنا، الكتلة ها هي عطاونا 150 كيلوغرام، 150 كيلوغرام. إذا شنو هي الكتلة الحجمية؟ الكتلة الحجمية كما قلنا هي الكتلة على الحجم، لا ماس سيغ فوليم، الكتلة على الحجم. أعيد، الكتلة الحجمية هي الكتلة على الحجم. الكتلة هي 150 كيلوغرام، والحجم هو 222.25، هو 222.5، هذه هي حجم القطعة. إذا الكتلة على الكتلة على الحجم خرجت لنا 0.67. طبعا ما ننساوش الواحدة، اليونيتي مهمة بزاف باش نعرفوا راها كتلة حجمية،
اللي هي الكيلوغرام سيغ ديسيمتر كيب، الى 0.67. نمر طبعا الى السؤال الخامس. ماذا يقولون؟ ها هو السؤال الخامس. عطاونا طبعا السؤال الخامس هنا يا اوتي من الخامس. خصنا نلقاو اولا بيان هذا اللي محور الافاصيل، المحور هذا كيتسمى الحجم الحديد طبعا بالسنتيمتر مكعب، وهذا هنا كاينه كتله الحديد. اذا الكتله والحجم كيعطيونا شنو؟ كيعطيونا الكتله الحجميه. دونك عندنا لك هنا الكتله وهنا الحجم، عرفوا اننا حنا كنرسمو بيان كيتعلق بالكتله الحجميه، المعامل التناسب ديال الكتله الحجميه، لان الكتله على الحجم، الكتله على الحجم كتعطينا الكتله الحجميه. ماذا يمثل هذا الرسم البياني؟ طبعا هذا الرسم البياني كيمثل لنا الكتله طبعا كما قلنا الحجميه. اذا هنا كيف تم التوصل اليه في رايك؟ هذا المبيان كيفاش غنوصلوا ليه؟ ضروري عندنا غنديروا جدول كي نتوصل بهذا المبيان، لابد طبعا من طبعا جدول طبعا اللي كيمثل لنا ديال التناسبيه. جدول غيكون فيه لابد من لانشاء هذا الرسم، لابد من جدول اللي غيكون فيه هنايا هنا غيكونوا هنا الحجم، قياس حجم طبعا الحديد، قياس حجم الحديد طبعا تكون عندنا واحد طبعا تكون عندنا القيم هنا، وثم هنا كتلة الحديد. اذا ضروري من هذا الشيء هذا الجدول ديال القياسات، لابد من جدول القياسات هي اللي غتساعدنا على انشاء المبيان. اذا توصلت الى هذا طبعا عن طريق جدول فيه قياسات الحديد، كتلة الحديد وفيه حجم الحديد، اذا عن طريق طبعا جدول به قياسات لحجم الحديد وكتلة الحديد. اكمل ملء الجدول، نعم ساكمل ملء الجدول. لاحظوا جيدا هنا الحجم جوج، ها هي جوج، شحال عندها القيمة المقابلة ديالها هنا؟ 15.6. هذا مهم بزاف التعامل مع المنحنى، مع المنحنى نعم. يعني شحال عندنا هنا؟ جوج، شحال يناسبها هنا؟ 15.6 هي. هنا عطاو لنا كتلة الحديد 27.30، ها فين هي 27.30؟ سنبحث عنها. 27.3. نلاحظ اذا شغلنا على المبيان يعني صعوب نقلبوا على 27.3 هنا، ياك صعوب علينا، وبالتالي نستعمل الجدول نقلبوا على المعامل التناسب. يعني من هنا جوج طبعا فاش ضربناها هنا، فاش ضربنا جوج باش ولات 15.6، بمعنى ضربناها بمعنى نقسموا 15.6 على جوج، او نقسموا 15.6 على جوج اللي غتعطينا 8.7. هاي 8.7 قسمنا 15.6 على جوج تعطينا 7.8. اذا هنايا غنديرو قسمات 7.8، وهنا غنديرو كنضربو في 7.8، واضحة؟ هنا كنضربو في 7.8 وهنا كنقسمو 7.8، بمعنى هنا لو بغينا نمشيو لهاد الاتجاه هادي نعمرو هادي غنقسمو على 7.8، هنا نقسمو على 7.8. اذا شحال عندنا هنا؟ عندنا 27.3، 27.30 غنقسموها قلنا على 7.8، نقوم بإنجازها طبعا أولا. إذا بعد ما غنقسمو طبعا 27.30 على 7.8 عطاتنا 3.5، إذا القيمة اللي هنايا 3.5، عيد 3.5، عقلوا عليها 3.5. دابا غننتقلو من هنا لهنا، دوك غنضربو في 7.8، 5 غنضربوها في 7.8، ولا نخرجوها من بيان، ها هي اللي هي 39، شو من بيان 5 مع 39، والطريقة اللي المهم هي 39، أو الطريقة السهلة 5 غنضربوها في 7.8، 5 غنضربوها فاش؟ في 7.8، ها هي في 5، 5 في 48، 5 في 7.35، و 4 في 39، وما ننساوش الفاصلة، دونك ها هي 39، دونك هنا شحال غتكون؟ 39. ثم من هنا ننتقل هنا نقسمو، نقسمو على 7.8، يعني 78، 78 نقسموها على 7.8، نحيدو هاد الفاصلة هنا ونزيدو زيرو هنا. 78 تقسيم 78 واحد، عطينا 78 هنايا زيرو، نزلوها زيرو هنا، إذا هي 10. هنا شحال عطينا؟ 10، عطينا هنا 10. ثم من هنا ننتقل هنا نضربو 7.8، باش نضربو 7. بالنسبة طبعا
ال 12 قلنا هنا غنضربو في 7.8، هذا كان في الاتجاه 7.8 ها هي. دونك غنضربو 12 في 7.8 المعادلة الحسابية 93.6، حطتنا هنايا 93.6، وعيد 93.6. دابا بقى لنا هنا التمرين السادس والسابع. السادس راه واقيلا واضح لكم، تيقول لنا قياس كتلة قطعة معدنية هي 15.5 كيلوغرام، والكتلة الحجمية للمعدن تتكون منه هي طبعا 4.8 كيلوغرام على الديسيمتر المكعب. إذا لاحظوا جيدا شنو عطاونا هما، خصنا نجلطوا المعطيات، عطاونا الكتلة وعطاونا الكتلة الحجمية. فوالا شنو عطاونا؟ عطاونا الكتلة، خلينا نجاوبو هنا، عطاونا الكتلة. وشنو عطاونا تاني؟ زايد عطاونا الكتلة الحجمية. هاي إذا اللي بغينا نقلبو على الحجم، الحجم فهو كيساوي الكتلة اللي هي ام على الكتلة الحجمية. الحجم شنو كيساوي لنا؟ الكتلة على الكتلة الحجمية. جيد، هذه خصنا نحفظوها تاني، المهم خدو توصلوا لها. الحجم كيساوي الكتلة على الكتلة الحجمية. شحال عندنا الكتلة؟ 15.5، هاي 15.5 غنقسموها على واش؟ الكتلة هذه على 4.8، على 4.8. نقوم بالإنجاز، احنا قمنا بالانجاز، قسمنا الكتله على الكتله الحجميه، درنا المهم واحد الوسخ 3.22. شحال خرجت لنا؟ 3.22 اش. اذا شحال نقلبوا للحجم؟ ديسيمتر مكعب. اذا 3.22 ديسيمتر مكعب. بقى لنا التمرين الاخير اللي هو فرنسي. جو بسيف لو غرافيك فوالا، خصنا نوضحوا حتى لو غرافيك فوالا. جو بسيف لو غرافيك سي كونتر جو كومبليت لو طابلو. ايوا اذا هنا استعانه بالمبيان باش نعمرو جدول. هنا فوليم دو لاسي اون سنتيمتر مكعب، اذا هذا هو الفوليم هنا، وهنا الماس دو لاسي هو هذا، هذا هو الماس. اذا 0.5 في نهاية شحال كتناسبها؟ 4 غرام. فوالا هنا عطاونا 16 غرام، هنا فين هي 16؟ هاهي 16. شحال كتناسب 16؟ 2. دونك هنا 2 سنتيمتر مكعب، هنا نديرو جوج 2 سنتيمتر مكعب. ثم هنا شحال عندنا هذا الفوليوم؟ فوالا 3. شحال عندنا هنا 3؟ شحال كتناسبها؟ 24. فوالا 3 كتناسبها 24. 24 هنا نديرو 24 طبعا غرام، هي مكتوبه هنا قبل مكتوبه. ثم هنا 40، 40 اش؟ 40 غرام. دونك ها هذا في المحور، هذا المحور هذا 40 شحال كتناسبها؟ 5. حسن 5. اذا 40 كتناسبها 5 و10، ما عندناش هنا 10، اذا خصنا نقلبوا على معامل التناسب. اول حاجه غنبحثوا على معامل التناسب، مثلا عندنا 0.5 وهنا 0 وهنا 4. اذا شو الا مشينا في الاتجاه نديروا 4 تقسيم 0.5، 4 تقسيم 0.5. اذا 4 تقسيم 0.5 فوالا 4 تقسيم 0.5 وحسبنا دينا 8، اذا المعامل هو 8. اذا هنا شحال عندنا؟ 8. اذا الا مشينا في الاتجاه كنقسموا، مشينا العكس كنضربو. اذا هاد 8 هاد 10 باردون 10 غنضربوها في معامل التناسب اللي هو 8. شحال 8؟ اذا 10 في 8 شحال؟ 80. هنا 80، 10 في 8 80 فوالا، 10 في 8 هي 80. هنا جيكري جو ريفيري كو سو طابلو اي تان طابلو دو بروبورسيونيل اي جيكري لو كوفيسيون دو بون. اذا طبعا هذاك لو كوفيسيون هو 8، معامل التناسب هو 8. وجي كري لاماس فوليميك دو لاسي، لاماس فوليميك هي نديرو الكتلة على الكتلة الحجمية، 4 على 0.5، 4 على 0.5 ها هي اللي عطاتنا 8، هذاك هو لاماس. ولكن ما نساوش الوحدة، إذا درنا له 8 غنديرو غرام على سنتيمتر مكعب، نوبلي با لينيتي. 8 غرام، أتمنى أن تكون قد استوعبتم.